والله كنت أتمنى أقول لنفسي اليوم سنقول له يا رسول الله تعبنا في هذه الدنيا وما صبرنا فيها إلا لأنك إمام الصابرين. يا رسول الله الناس تشتكي من أرزاقها لكنهم يعلمون أنك قدوتهم، فكنت تبيت الليالي وأنت تربط على بطنك الحجر، لا تجد لحما تأكله ولا طعاما تقتات عليه. يا رسول الله تعبت الأم التي فقدت ولدها وفقدت أبناءها، لكن عزاؤها أنك فقدت زينب وأم كلثوم ورقية وإبراهيم وعبد الله والطاهر في حياتك. تعب الرجل الذي فقد أصحابه وإخوانه، لكن عزاؤنا أنك فقدت جعفرا رضي الله عنه وأرضاه، وفقدت زيدا، وفقدت عبد الله بن رواحة